تنقول لك بأن القانون 0203 تحدث على أو عن عفوا خمس أو ست حالات أو قرارات إدارية اللي ممكن الإدارة تأخذها في حق الأجنبي. أولا فيما يخص سندات الإقامة، من حقها أنها ترفض التسليم أو إعطاء سند الإقامة اللي هو لاكارت دي ماتريكولاسيون ولا لاكارت سيجور، ممكن أنها ترفض التجديد ديالها وممكن أنها تسحبها. ثلاثة القرارات. والقرار الرابع هو الاقتياد الحدود، وهو تيتمارس على ذاك الأجنبي اللي ما عندوش وضعية إدارية قانونية، ما عندوش سند الإقامة. وكاين القرار الخامس اللي هو الطرد ليكسبولسيون، وكذلك تيكون على الأجنبي اللي التواجد ديالو فوق التراب الوطني يشككوا أو عفوا يشكلوا تهديدا للنظام العام. هادو هما خمسة القرارات اللي عندنا. عندنا قرار سادس هو المنع من دخول التراب الوطني، واحد جاي من دولة أخرى وصل لايروبور، ممكن بمنطق الفصل 3 أن الإدارة تقول له ما عندكش لي سيبستونس سوفيزون، ما عندكش فلوس باش تعيش، ولا ما عندكش باسبور، ولا ما عندكش فيزا. هذا هو قرار ممكن تاخذه الإدارة. ولكن الإدارة في القانون 0203 ما كاينش المشرع عطاهاش هاد الإمكانية ديال التنقيل ديال الأشخاص من منطقة إلى منطقة، ولكن في جميع الأحوال يعتبر قرارا إداريا وعنده جميع الشروط ديال القرار الإداري. أولا متخذ من طرف الإدارة، ثانيا هو قرار واقعي ويوجد وله يعني آثار على لو ستاتو جوريديك ديال واحد الشخص آخر، حديتي من 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 الحرية ديالو مادام حطيتي في واحد المكان معين وهزيتي رغم عنه إلى مكان آخر، يمكن الطعن فيه. كذلك أنا أعتقد وخان المشرع في القانون 0203 بالاسم كما أشار الاقتياد الحدود، كما أشار الإكسبولسيون، كما ولكن هو تسمى قرار إداري. اللي كاين هو أنه خارج تنقيل أو داخل اقتياد الحدود، واش هاد الناس اللي موضوعين في الاحتفاظ واللي غادي نجريو عليهم هذا الإجراء الإداري، واش تنبلغوهم مثلا بقرار حول الموضوع؟ لأنه بحال اقتياد الحدود اللي دابا كاين في طونجي، اللي ممكن أن الإنسان اللي وضعيته الإدارية غير نظامية أن نرحلوه لبلاده، القانون 0203 تعطي أي نعم الإدارة أنها ترحله، ولكن تلزمها أنها تبلغه داخل أجل معين بالقرار ديال الاقتياد ديالو الحدود ولا ديال الطرد ديالو، لانه المشرع اعطى لهذا الشخص الاجنبي الحق انه يطعن في هذا القرار داخل اجل ديال 48 ساعه فقط امام السيد رئيس المحكمه الاداريه بصفته قاضي المستعجلات. وبالتالي كاين اشكال بعدا ديجا في القانون 0203 هو هذه الاجلات الضيقه. تخيل معايا واحد في الكوميسيريه الناظور تشد غادي يرحلو، خصو 48 ساعه باش يدير الطعن، وماشي هو اللي غيدير الطعن، لان الا رجعتي للقانون المنظم للمحاكم الاداريه تيقول لك انه تحت طائله عدم القبول ان الافراد هما اللي قدموا طعونات، خاص دائما يكون بواسطه محامي، وبالتالي اجنبي مشدود ما عندوش الاقامه، ما عندوش فلوس باش محامي، خاصو داخل 48 ساعه يقلب على محامي وان المحامي يدير هذا الطعن ضد هذا القرار. ولكن فيت لينا درنا طعون ضد هاد القرارات هادو اللي كاين. قلت لك هاد النقطه ديال انه عدم التبليغ، والشيء الثاني اللي بغا نشير له هو انه بين هاد الشريحه ديال الموقوفين ولا المحتفظ بهم، ما تنهضرش على الموقفين لان الموقف هو اللي عنده مشكل مع القانون الجنائي، ولكن هذا المحتفظ به ويختلف امر ما بين الاحتفاظ لا ريتونسيون ادمنستراتيف وما بين لا ديتونسيون جوديسيير، هو اللي جهه اداء قضائيه تحطه يا اما الشرطه قضائيه في لا غاردا فيو، يا اما في الحبس، يا اما هذيك جهه قضائيه، ولكن هذه جهه اداريه يتم الاحتفاظ به ريتونسيون. كاين من بين هاد الناس طالبي اللجوء مثلا، والقانون 0203 في الفصل 29 تيقول لك بانه لا يمكن اتخاذ القرار ديال اقتياد الحدود، هذا استثناء صريح على اقتياد الحدود، وما يمكنش الاداره تقتاد الحدود واحد طالب لجوء او لاجئ او طالب لجوء لم يبت بعد في الطلب ديال اللجوء ديالو، كما لا يمكن ترحيل او اقتياد الحدود للامراه الاجنبيه الحامل وكذلك الاجنبي القاصر. وانا عندي اليوم حاله ديال القاصر اللي سول حتى هو كان من بين المحتفظ بهم. واش غنقول لك، هو كون كانت الاداره دارت كاع خدمتها كان ممكن تصيفطهم لبلادهم. انا تنقول لك النص تيعطي الاداره ماشي غترحلهم للجنوب، كان ممكن يديروا في الطيارات وتصيفطهم، ولكن بشرط انها تبلغهم بالقرار
قل له انا غادي نقتاد الحدود والقرار وخص اكثر من ذلك. دابا اخر الديمقراطيات في العالم وتتقول لك الاداره خصها بما في ذلك المغرب كاين انه خص القرار يكون معلل، ولكن اكثر من ذلك تنقول كان في الدول الاخرى حتى الاداره في 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 البلاغ ديالها ولا في القرار ديالها اللي تتسلموا المعني بالامر تتعلموا حتى شكون هي الاجال ديالو وشكون هي الجهه المختصه في طرف هذا القرار الاداري. اما الاداره لا ما تتخبعش، تقول لي هاك سيدي وسير جري على راسك وسير المحكمه الاداريه وما غاديش تقتادوا الحدود الى حين ان تبت المحكمه الاداريه. اللي بغى نزيدك مثلا في حاله الاستعجال، دابا تيقول لك القانون 0203 48 ساعه خصك سيزي. اللي نفترض انه نهار الجمعه في لابريميدي سيتشد 48 ساعه غادي تجي نهار الحد، والاجل يحتسب بالساعات ماشي بالايام، وبالتالي نهار الحد المحكمه ما كايناش وبالتالي سقط الحق ديالو الا تجاوز 48 ساعه. في دول اخرى او في مساطر في دول اخرى مثلا المحامي مجرد باش يكون عنده هذه الحاله تيصيفط ان فاكس المكتبه الكتابه الضبط ديال الاداره، وبالتالي عفوا الكتابه الضبط ديال المحكمه وارتدى الاداره وتتوقف جميع الاجراءات الى ان يبت قاضيا. فكاين هذا الاشكال. انا تنقول لك كان من حقهم انهم يصيفطوهم لبلادهم كاع، لانه وضعيته الاداريه غير نظاميه. انا لست ادافع على الاداره ولكن ادافع على شنو بغى المشرع. كاين حاله ديال الترحيل يوميا، انا تنعتقد بانه كاين يوميا، دابا كاين حاله ديال الترحيل يوميا للمطار. انا تنشوف فيديوهات في اليوتيوب يوميا، تنشوف دي بيس تيصوروا قدام المدخل ديال المطار محمد الخامس الدولي وتيقولوا بان نحن اون انستونس لي سينيغالي لي غينيا و جو كوا لي ايفواريان لي كاموروني با بوكو. تنعتقد بانه الاداره تتعرف شكون هما الدول اللي فيها المشاكل وشكون هما الدول اللي نقدروا نهضروا على دي بي سيغ. واخا واش بي سيغ بحال السنغال تعتبروا بانه ما كاينش اضطراب كبير باش الناس يخافوا يرجعوا للسنغال. تعتقد هذه لابريسياسيون ديال الادمنستراسيون يلا في افيك دي كونسول سيرتانمون مع لي ريبريزونتون ديبلوماتيك، هما اللي غيحددوا واش هذا ديالنا واش هذا ماشي سنغالي واش هذا شنو الجنسيه ديالو باش عاد الدوله تقبلو. اش غنقول لك، عندنا 50% غير دي بلانت شكايات من اجل السرقه المنصوفه، الضرب والجرح، دي فوا ميم كوزي بلوسور غراتويت، لا فيلونس غراتويت. تنعتقد انه هذيك الشريحه ديال لي جون ماروكان اللي ديزوفغي ما تيخدموا ما تيردموا خارجين من المدرسه اللي تيتعاطوا ولا دي ليكونس، تنظن بانه عندهم واحد الفكره على انه الاجنبي اللي هو كحل هو اصلا ما محميش وما يقدرش يمشي يشكي، ولا مشى يشكي غادي يشدوا البوليس لانه ما عندوش الاقامه. وسي تي بروفا فاسيل، ماشي بحال المغربي انا نعرف شكون هو ونقدر ندافع على راسي. كاين نسبه كبيره ديال هذا الشيء، هادشي ديال لا بتيت ديليكونس بورتابل الضرب والجرح. سينو عندنا حاله ديال التسجيل في الحاله المدنيه ديال الاجانب، الفصل او القانون المنظم للحاله المدنيه تيقول بان الاجانب يخضعون لنظام الحاله المدنيه كما المغاربه اوروزمون، وبالتالي انه خدمنا بزاف على مجموعه ديال الدراري الصغار اللي سجناهم وكانوا شهادات قضائيه جيده. نعطيك مثال انه الفصل 16 من القانون ديال الحل المدني تقول بان الام العازبه لها ان تختار اسم ديال الاب ديال الدري اللي هو مجهول، الاب اللي مجهول من اسماء الله العبوديه ديال هو الفصل ما هضرش واش الاجانب ولا المغاربه، ولكن مادام الفصل 3 تيقول بان الاجانب حتى هما تيخضعوا لهذا النظام فتنعتقدوا بانه كاع القانون غيخضعوا له، ولكن كاع المقتضيات ديال القانون غادي يخضعوا له، ولكن حتى الفصل 16 ما دارش الفرق ما بين المراه لا فام سيليباتير اترونجور ولا فام سيليباتير ماروكان ولا مير سيليباتير اترونجور لا مير سيليباتير ماروكان، ولكن كانوا شهادات قضائيه اللي في المحكمه ديال الاستئناف تتقول بانه الاجانب لا يخضعون مثلا لهذه المقتضيات في اطار لو ريسبي ديال لو ستاتيو بيرسونال ديالهم. هما ان كريتيان ماشي بالضروره تسميو سميت بوا عبد الله ولا عبد القادر، دونك سي تي دو لا بون جوريسبيدونس مع الحقوق اللي عنده هما لو دروا انترناسيونال دي دروا دلوم. حقوق الانسان عموما ما عندهاش ارتباط بوضعيتك الاداريه، واش انت يا مقيم بشكل قانوني عادي يكون عندك الحق في الصحه، ما كاينش هذا الشيء. الحقوق ديال حقوق الانسان
عموما لا شارت يونيفرسال دي دووا دو لوم لو سابليك عندهم واحد لا كونفونسيون انترناسيونال ديال لا بروتيكسيون دي ترافايور ميغران اي دي مونبر دو لور فامي حمايه المهاجرين وجميع افراد اسرهم. هذا تعطيهم الحق في واحد الحمايه كعمال من قبل الدخول حتى ديال هذه البلاد من انطلاقا من بلادهم عندهم مجموعه ديال الحقوق اللي كاين هو ما يمكنش من بين الحقوق كاين حقوق فئويه بحال كما قلت لك المراه الاجنبيه الحامل واخا تكون وضعيتها الاداريه غير نظاميه لا يمكن اقتيادها الحدود ولا يمكن طردها. كذلك الاجنبي القاصر اللي عنده اقل من 18 عام ما يمكنش يرسلوه لبلاده واخا تكون وضعيته الاداريه غير نظاميه. طالب اللجوء اللاجئ لي زيكسبولسيون او غوفولمون كوليكتيف هادي سي فورم دو تورتور تجمع مجموعه الناس ولا فوا تصيفطهم حكي ان تورتور بسيكولوجيك بحال غيرجعوا عاود لي سونتر دو كونسونطراسيون سي تري لوان مي كوميم خصك الفو فيفر لا سيتياسيون بور كومبروندر. ملي تكون واحد ان بان على واحد المجموعه تيكون الوقعه ديالها اكثر من انهم تيكون ان كان انديفيديوال. اي دونك من حقوقهم هو هادو ومن حقوقهم على الاقل انهم يتبلغوا بقرار ديال قصيه الحد. انا ما تنقولش اداره ما يمكنش مدبوع الفو يتبلغوا ويمشي للمحكمة الإدارية وحتى يقول له قاضي رئيس المحكمة الإدارية بأنك فعلا الإدارة القرار ديالها مشروع وقانوني واتخذ وفق القانون ويكون كاع لي فوا دو ريكور ايبويزي زعما أنه يسالي كاع الطعون ديالو اللي متاحة له قانونا ويمشي بحالو. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.